اتمنى ما اكونش بزعج حضرتك. هو في الحقيقه انا ما بحبش استقبل اي حد خالص وانا بشتغل. انا مش هاخد من وقتك كتير. انا المقدم طارق الرفاعي من المباحث الجنائيه. مباحث؟ خير يا فندم. كنت عايز اسالك على حد تعرفيه. كنت تعرفيه وتعرفيه كويس قوي كمان، وكنت اتمنى يكون عندك اي اخبار عنه. ما هو مدام حضرتك ظابط في المباحث يبقى اكيد جاي تسال عن مجرم، واظن انك تسمع عني كويس قوي وتعرف ان انا ماليش في الاشكال دي. انا جاي اسال عن ماهر عبد التواب السعيد. ماهر؟ ماله ماهر؟ عايزين نوصل له، وكنت اتمنى ان انت تقدري تساعديني في الحكايه دي. اكيد انت بتدور على حد تاني. ماهر مستحيل يبقى مجرم ومستحيل يعمل اي حاجه غلط. مدام ليلى، حضرتك بتتكلمي على ماهر اللي كنت تعرفيه زمان، لكن دلوقتي بقى الله اعلم حاله بقى ايه او بيعمل ايه. ماهر ده احسن انسان انا عرفته في حياتي، عمره ما اذى حد وعمره ما اتاخر عن مساعده اي حد. امال مختفي وهربان ليه؟ بعد الحادثه اللي حصلت له ساب الدنيا كلها وما اداش فرصه لاي حد يقف جنبه. ما حبش يشوف نظره عطف او شفقه من اي حد، حتى من اقرب الناس ليه. تفتكر بقى حضرتك واحد بالاخلاق دي في حاجه في الدنيا ممكن تغيره وتخليه يبقى مجرم؟ انا مقدر شعورك جدا، واتمنى ان ظنك يطلع في محله، بس انا برضو لازم اشوف شغلي ولازم اوصل له. يا ريت يا ريت توصل له، بس انا ليا طلب عند حضرتك. تحت امرك. ممكن لو وصلت له تبلغني؟ اصل انا دورت عليه كتير قوي بعد ما اختفى وللاسف معرفتش اوصل له خالص. وانا موافق بس بشرط، لو انت عرفتي عنه اي حاجه قبليه تبلغيني. فرصه سعيده، وهنتابع مع بعض الاخبار. جاهزين علشان المشهد الجاي ومستنيين. روحي بلغيهم ان انا مش هقدر اشتغل. مالك يا مدام كفر للشر؟ تعبانه يا فاطمه ومش قادره اشتغل. روحي بلغيهم يلا. حاضر يا مدام. حاضر. عايزك تمشي وراهم بس من بعيد عشان نعرف خط سير العربية. ازيك يا مرفت؟ ازيك يا مرفت؟ خش يا غنيم. ازيك يا مدام؟ اهلا. امال الجماعه فين؟ خرجوا وسايبين لكم خبر تستنوهم لحد ما يرجعوا.
يرجعوا على أقل من مهلهم، يوصلوا بألف مليون سلامة. أعمل لكم شاي؟ آه والنبي، الشاب ونعناع المتين بقى عشان نظبط الطاسة. طيب على إذنكم. ها فتحي، أنا وصلت، أنا غنيم عندك البيت، مستناك. بقول لك يا فتحي، في حبة حاجات بس عايزك تجيبها وأنت جاي. هقول لك أهو، خد عندك. أي مساعدة يا أمر؟ دول كوبايتين شاي، مش وليمة يعني عشان تساعدني فيهم. أنا غرض أريحك، خايف الإيدين الحلوين دول النار تلسعهم. ما تلم نفسك يا جدع أنت، وبلاش اللون النواعمي ده معايا. النواعم اللي زيك ما ينفعش معاها غير اللون النواعمي ده. ما تبطل نحنحة بقى وتلم. يا ريت أقدر. هقوله يشوف واحدة في حلاوتك وجمالك ويمسك نفسه، يبقى يا بارد يا مغفل. وانا لا ده ولا ده، انا بقدر قوي ودمي حامي قوي قوي قوي. طب روح اقعد مكانك يا ابو دم حامي، لحسن ماهر ياخد باله ساعتها يقول لفتحي واكرم يسيحوا دمك الحامي قوي قوي قوي. وغلاوتك عندي انا ما يفرق معايا حد ولا يهزني مخلوق. انا حاجه واحده بس اللي هزتني، حلاوتك وجمالك يا مرايا. ما تلم نفسك. بقولك ايه، انا مش عايزه مشاكل ولا غاويه قلق. ماشي يا ست الكل، طالما مش هينفع نتكلم هنا يبقى نشوف امتى وفين عشان اقابلك واقولك الكلمتين اللي انا عايز اقولهم لك. ده انت مجنون بقى. مفيش احلى من الجنان. انت بتعمل ايه؟ هتشوفي دلوقتي. انا هطلب نفسي من عدتك، تمام؟ ماشي يا فتحي، خلاص ماشي، خلاص اوكي، هنستناك عندي بالليل في العشاء. مع السلامة دلوقتي يا فتحي، مع السلامة. وصلت، سجلي نمرتي وانا هسجل نمرتك وهنتكلم. هكلمك قريب يا قمر. انت جاي بتعمل ايه يا غنيم؟ هكون بعمل ايه يعني؟ بشرب بق ميه. وحياة امك!